إذن مشاهدينا، إنجاز عربي على أرض عربية. المنتخب المغربي إلى نصف نهائي مونديال قطر بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد. يوسف النصيري أحرز هدف منتخب أسود الأطلس في الدقيقة 42 ليتأهل المغرب إلى المربع الذهبي في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم العربية والإفريقي. المغرب بذلك يصبح أول فريق وأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي للمونديال في إنجاز كبير، هذه المرة ضد البرتغال بالفوز على زملاء كريستيانو رونالدو بهدف لصفر. وكان المنتخب المغربي قد حقق الإنجاز أيضا بانتصاره في الدور الماضي على نظيره الإسباني وترشح إلى الدور ربع النهائي. هو يجدد هذا الانتصار ويجدد هذا الإنجاز مرة أخرى بتفوقه على المنتخب البرتغالي، ويصعد بذلك إلى الدور نصف النهائي. هدف يوسف النصيري في مباراة كانت صعبة جدا، سيطر فيها المنتخب المغربي على معظم ردهات المباراة، كان الدفاع حديديا حقيقة واستطاع صد كل الهجمات البرتغالية. تصدى بطبيعة الحال الحارس المتألق ياسين بونو للعديد من التسديدات، كانت أخيرة ربما تسديدة كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة التي صدها ياسين بونو. نتابع هذه الفرحة للجماهير المغربية التي تحتفل، وقد حق الاحتفال فعلا بهذا الإنجاز التاريخي، هذا الإنجاز العربي، والأحلى ربما أنه يتحقق على أرض عربية في مونديال قطر. قطر وهذا المونديال الذي حقق العديد من الأرقام القياسية، وعلى الأرض أيضا على أرضية الملاعب أثبتت كل المنتخبات أنها جديرة بالذهاب إلى الأدوار النهائية. والمثال الأبرز هنا المنتخب العربي، المنتخب المغربي الذي لن نقول أنه حقق المفاجأة، ولكنه واصل المسيرة المميزة التي بدأها في الدور الأول بالوصول إلى الدور نصف النهائي. نتابع أجواء ما بعد المباراة خارج مسرح استاد الثمامة والأجواء هناك مع أنس رضوان. تفضل أنس. الأجواء هنا أقل ما يمكن أن نقول، أقل ما يمكن أن نصف به هذا الحدث، هو أن التاريخ يكتب، تاريخ كروي جديد يكتب، سواء من حيث التنظيم أو من حيث هذا الإنجاز العظيم الذي قدمه المنتخب المغربي. الصورة خلفي تتحدث، المنتخب المغربي ومشجعي المنتخب المغربي يخلقون الحدث. كيف جاتكم المباراة؟ والله إلى المباراة عشان نقول لك بطولية، وكنشكروا الوصفة السحرية يا قطر، كنحسوا راسنا في كازا بلانكا. شكرا قطر، الله يدوم نعمة على قطر، شكرا قطر والله. نعم. كيف تستقبلون هذا الإنجاز التاريخي؟ بالفعل إنجاز تاريخي وبطولة تاريخية، وبالتوفيق للمنتخب بالجولات القادمة. المغرب وحد جميع الدول العربية الكلية، أنتم لستم مغاربة لكنكم جئتم اليوم لتشجيع، نعم جئتم من سوريا لتشجيع المنتخب المغربي، ما هو إحساسك والمغرب يفوز بهذه المباراة؟ يعني أنا كتير يعني مبسوطة هلأ، إنه حاسة حالي مغربية قد ماني مبسوطة. يعني صحيح هو ماني مغربية، بس إنه وحد مثل ما قلت وحد العرب كلياتهم، مشان هون كلياتنا بتفرج بالعالم بل بالملعب، ما كلهم مغاربة بس كلهم عم يهتفوا مع بعض كرمال المغرب. نعم، المغرب أعاد مجد 1986، تفوق مرة أخرى على البرتغال، لكن هذه المرة لم يتأهل الدور 16 فقط بل تأهل للنصف النهائي. والمغاربة والعرب جميعا عينهم الآن في الأول، كنا نتمنى أن يتأهل المنتخب المغربي دور 16 أو على الأقل يقدم فرجة جيدة، لكننا اليوم جميعا عيننا على الكأس. أنتم كمغاربة تابعتم هذه المباراة، شنو كتمنوا الآن؟
الحمد لله احنا طموحنا كبير كبير من نصف النهائي، ديما حنايا متعطشين للمزيد، والحمد لله هذا عرس كروي للجميع العرب والافارقه، وكنشكر قطر على التنظيم الهائل الرائع، والحمد لله حنايا كنحسوا براسنا في ديورنا ماشي في الغربه، والحمد لله وديما مغرب ديما مغرب. نعم، وسط المباراه 90 دقيقة، شنو كان إحساسك وقتاش كان الأدرينالين طلع بزاف؟ من الأول حتى الآخر صراحة الله، وكان واحد التوتر كبير 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 بزاف، والدموع وكل شيء كان مخلط، مشاعر مخلطة، لأننا كنا كنتمناو هذا الشيء يحصل، الحمد لله المغاربة قدها وأسود الأطلس قدها وفرحونا بزاف وفرحوا كاع العرب، وشكرا بزاف لقطر والله فرحانين. نعم، فرحة كبيرة مع مشجعة أخرى، كيف جاتك المباراة؟ وكيف كان إحساسك والمغرب يصل إلى مكان لم يسبقه إليه منتخب عربي من قبل؟ هو صراحة يعني كان عندنا إحساس كجميع مغاربة أنهم غير فوزوا اليوم، يعني أنا شخصيا كان عندي إحساس لأن اللعب ديالهم يعني تغير 100% يعني بالنسبة للاعبين الجدد، وفي نفس الوقت كان تخوف لأن لاعبين قدام لاعب كبير وفرقة كبيرة اللي كالبرتغال، اللهم لك الحمد ربي وفقنا، وكان عندي احساس انها تسالي 1-0 قبل ما ندخل المباراه. اللهم لك. كما حكي لنا نحن اجيال الثمانينات عن مجد 1986، ربما الاجيال الصغيره ستتذكر مجد 2022 الذي صنع في قطر. ومعي طفله صغيره جاءت رفقه اهلها، كيف جاك الماتش؟ زوين بزاف وعجبني الحال، تربحت المغرب. شنو اخر شنو تبغي المغرب يدير من بعد؟ ديما يكون دائما رابح. يكون دائما رابح. الله يصلحك. فهو انجاز تاريخي يخلده تاريخ كره